هذه الفرقة هي كانت انطلاقتها الفعلية من سنة 1987، وهي الآن الحمد لله تضم 6 أجيال، والعمل دائما الحمد لله مستمر، يرأسها سيدي معاذ القادري بوتشيش، ولا زال كل جيل يحمل المشعل والحمد لله في تناغم وفي انسجام تام، والمجموعة تشتغل دائما على الجديد وعلى تطوير أدائها. فلذلك هذه التجربة التي راكمتها منذ سنين هي الحمد لله الآن دائما تنفتح على الأفكار الجديدة، تطوير الأداء دائما وعلى إمتاع أسماع الفقراء المريدين والمحبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. المناسبة الجليلة والعظيمة عند الله سبحانه وتعالى مناسبة ذكرى ميلاد رسول الله. بالنسبة لأداء المجموعة وإصداراتها فهي دائما في تطور، لماذا؟ لأن الحمد لله الطريقة القادرة بوتشيشية طريقة عالمية عندها عدة روافد وهي منفتحة في سماعها، ولذلك وهي الحمد لله دائما تحتفظ بثوابتها التي تنبني على الطريق، وهي المحبة والأخوة ونكران الذات إلى غير ذلك من المعاني التي يعيشها المسمع في هذه الطريقة. فهو في الحقيقة لا يكتفي بالإنشاد فقط، وإنما هو أيضا من خلال العمليات الإنشاد هو يستفيد عدة أمور ويعيش عدة معاني في الطريقة ويجسدها في حياته اليومية وفي عمله.